المباراة النهائية. طبعا هذا الهدف الذي لم ينجح فيه فريق الفتح الرباطي السنة الماضية عندما يصد اللاعب محمد الحاج ترجع رباطية بينية جميلة لفائدة الفتح الرباطي. مرة جانبية مساندة قوية من حمزة السمومي. رباطي يمشي لامين تاكيتي. خطيرة اللعب خطيرة اللعب ممتاز ممتاز لامين تاكيتي. فرصة 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 تسديد الجول. جول فعل الرباطيون مبكرا سجلوا مبكرا. الرباطيون يحتاجوا لعشر دقائق ليفتتحوا باب التهديف. وبأي طريقة بأي طريقة روعة 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 البحراوي فعلها. البحراوي هزم ناس أسليتي 1-0 للعاصمي 1-0 للرباطي يا ناس. ويا كاريدو تابع 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 يا كاريدو شوف شوف يا كاريدو. ميدان تمشي مرة أخرى لعصام الراقي يبدأ لدي الأجمع تبعد الكرة ورايا. فرصة 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 تكتيكية بين لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. بدا عصام الراقي وصلا بمحمود الحليب ومحسن ياجور. شوف هذا المثلث شوف هذا المرد فعل الرجاوية مشاهدة الكرام بعد الهدف انطلق لبن الحليب والحكم يقول خطا بالفعل. ركلة حرة في هذه اللحظات لفائدة فريق الرجاء الرياضي مشاهدينا الكرام. تيازي كان قريب جدا من العملية. لاعبين اللي يفعل الرجاء امس في الصدى كرة والتسديدة الثانية لكن السمات للجدار السمات للجدار. الرباطي كان مكون كذلك القادم من نادي اتحاد طنجة كل أسماء مميزة. ضيف على ذلك خبرة عمر النمساوي بينما كرة رجوية. فرصة فرصة جول يا جور يضيع قبل ذلك محمود بن حليب. ثاني أبرز كرة لفائدة فريق الرجاء في الوقت الذي كنت أتحدث فيه عن الحظ اللي عند رشيد الطاوسي وقيمة الأسماء الموجودة عند رشيد الطاوسي. والطاوسي أقول ولو صراحة لديك من الأسماء ولدى فريقك من الإمكانيات ما يسمح لأسياد الشرق البراكنة لأن يتوجوا تادلة على الورق البراكنة في أفضل حال من أجل التأهل للدورة نصف النهائي. بينما لدينا كرة ملعوبة للامين داكيتي. لامين داكيتي هدف ثاني يضيع لفريق الفتح الرباطي عن طريق ليفواري لامين دياكيتي. قوة الفتح الرباطي في الهجوم لامين دياكيتي وكذلك ابراهيم البحراوي خاصة لامين دياكيتي في طريقة التحرك وتمرير الكرات والضغط على الخصم. قلت بأنه لقاء مفتوح بين الطرفين. الشيء الأكيد بأنه لن تكون هناك ركلات جزاء ترجيحية حتى لو تعادل الفريقان. وهذا هو الثلاثي اللي شفناه كذلك في مباراة تيبي مازيمبي بينما كرة رجوية. فرصة جول فعل المبدع حذريف. سجل الفنان حذريف بلمسة رائعة جدا. يزور الشباك الرباطية ويستيري انتفاضة في المدرجات الخاصة بالأنصار الرجاوية. هذا والرجاء يعود من جديد حذري بطريقة رائعة. نعم سنشاهد الإعادة سنشاهد الصورة لأحلى كرة ولأحلى لمسة من جانب زكريا حذريف. شوف صناعة اللعب مدرب عن مدرب الأمر يفرق. هذه الكرة أمامية لفائدة فريق الرجاء الرياضي. مراوغة أولى مراوغة ثانية. فرصة 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 الراجل متعة الراجل أداء الراقي وكان معاهم الراقي. هكذا هو الرجاء هكذا هو الأخضر عندما يمتع هكذا هو الأخضر عندما يبدع. هدف ولا في الخيال هدف يعتبر من أجمل أهداف الرجاء. تيكي تاكا رجاوية ولا أروع
بلاي ستيشن رجاوي، انطلاقه من جبيره، مرور من الاول، مرور بامكان الفتح يعدل، هذه الاعاده مره اخرى. هنا اللقطه الماضيه والتدخل، الحكم هنا يشير الى وجود ركله جزاء في هذه الاثناء. لامين دياكيتي وجها لوجه، كان فيها مسك، هنا كان فيها مسك من جانب انس. عموما ركله جزاء لفائده الفتح الرباطي، نتابع خروج لاليس السنيتي. بدر بولرود 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 سدى لكرة بدر بولرود لتبقى النتيجة على حال هذه الإعادة مشددا. تصدي رائع من استخلاص الكرة بشكل جيد جدا. امين عبد الرحيم الشكير، دفاع الرجاء تحت الضغط، دفاع الرجاء تحت الضغط الان. هذا هو لعب عثمان ضو، تسديده لكن متابعه من انس السنيتي. نعم الرجاء عنده المساحات، الرجاء عنده المجال، والرجاء بامكانه يسجل هدف الثالث، ممكن الثالث، ممكن الثالث مع المساحات. والحكم ماذا يقول؟ انا لا اعرف ما سبب تدخل الحكم، لان اللقطه سليمه، لقطه سليمه، مرور محمود بن حليم، ولكن ربما سنشاهد الاعاده لنتاكد سبب الاعلان عن الثقه، واعطى توازن اكبر في وسط الميدان. مرور جميل، يشور 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 يشور، الدفاع يتدخل. السنيتي يشوف الاعاده، هنا التباطؤ الواضح من جانب المدافع نايف اكرد، ويجور لم يستغل. ليست هذه اول مره اشاهد فيها نايف اكرد يتعامل مع الكرات بهذا الشكل، حتى في افريقيا يعمل هذا الشيء. ياجور حاول رفع الكره على امسيف من زاويه صعبه، ثم بعد ذلك يسدد، ولكن نايف اكرد مع خريص. هذه كره رجويه، الثالث هو 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 حكم يصفر خطا في هذه اللحظه. شوف الاعاده، شوف الاعاده والتباطؤ الواضح لمدافعي فريق الفتح الرباطي. هذه مرت على نايف ومرت على خالص، وشوف مره اخرى الحافظي مررها، بن حليب سدد، ولكن العارضه تحرم اللعب بن حليب من هدف ثالث لفريق الرجاء البيضاء. وشوف يفعلون ما يشاءون. ياتي الى اليمنى، متابعه من هشام العلوي، هشام داخل منطقه الجزاء بالراس، يا يميق، فرصه فرصه خطيره للفتح الرباطي، وامكانيه للمرور بعد ذلك، بعد ذلك ركله جزاء، ركله جزاء ثانيه لفريق الفتح الرباطي. نعم، وانذار في هذه الاثناء، توسمي البديل يتلقى الانذار، والحكم بالفعل يشير الى ركله جزاء. شوف الاعاده، محاولة المرور والمسك، واضح 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 تماما، وركلة جزاء صحيحة لفريق الفتح الرباطي. شوف الإعادة، محاولة المرور الرباطي. مشاهدينا الكرام، عموما سنتابع من سيتكلف بالتنفيذ. هشام العروي، العروي نعم يتقدم لتنفيذ الركلة لفائدة فريق الفتح بعد أن ضاعت ركلة الجزاء الأولى عن طريق بدر بوليرود. هذه المرة الفتح الرباطي ركلة جزاء ثانية عن طريق اللاعب البديل هشام العروي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل. وبأهداف الرجاء أودعكم على أمل لقاء بكم في فرصة. بالقدم اليسرى العروي تقدم، كمان ترى سنيتي، أسد يا سنيتي، أتحداهم سنيتي، غلبهم سنيتي، نعم يتفوق عليهم سنيتي، يتصدى لركلة الجزاء الثانية بالتخصص يا أنس، بالتخصص يا أنس، ذكرتني بأيامك مع الماس، بالتخصص يا أنس، ذكرني بأيامه مع الماس، لما فاز المصريون باللقب الإفريقي، لما تغلب على الكلوب أفريكان تونسي. قادمة بحول الله تعالى.